أصدرت محكمة مصرية حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بفتيات التوك توك. الحكم أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض. محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما على مودة الأدهم وحنين حسام. حنين حسام متغيبة أو غائبة عن المحاكمة بتهمة الاتجار بالبشر والمتعلقة بوقائع استغلال أطفال دون سن 18 عاما لتصوير فيديوهات. المحكمة القيادية للمتهمة الأولى وحضورية للمتهمين الثانية والثالث والرابع والخامس أولا بمعاقبة حنين حسام عبد القادر محمد عبد الجليل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبتغريمها 200,000 جنيه لما نسب اليه. ثانيا بمعاقبه كل من مودة فتحي رشاد الادهم ومحمد عبد الحميد زكي مصطفى راضي وشهراته محمد زكي ومحمد علاء الدين احمد مرسي وشهراته محمد علاء لايك واحمد صلاح محمد نصير عمر وشهراته احمد لايك بالسجن المشدد لمده 6 سنوات وبتغريم 200,000 جنيه لما نسب اليه. إذن الحكم جاء بتهمة الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين بحسب التهم الموجهة إليهما. تجدد السجال حول قضية مودة وحنين على منصات التواصل. رانيا تكتب مغردة: ما حدش يقدر ينكر أن حنين وحسام أو حنين حسام عفوا ومودة الأدهم غلطانين من ساسهم لراسهم، لكن 10 سنين سجن كتير، أتمنى في الاستئناف يتخففوا لأقل من كده بكتير عشان مستقبلهم حرام. ماذا يقول ماهر؟ عشان كله يلزم حدوده. قاضي محترم وحكم رادع وتحيا مصر. أحمد عمرو يدون: مودة الأدهم وحنين حسام تهمة التجار بالبشر، إيه هم فتحوا سوق عبيد، برامج اللايف مصدر دخل الناس كتير والحياة صعبة وعادي الترويج لها، في بيعملوا أكتر من كده وأنت بتسيبهم خصوصا لو مسنودين. من تسمي نفسها وش روز تقول يضيعوا 10 سنين من عمرهم عشان رقص بالتيك توك وهم يجيبوا رقصات خليعات في أعراسهم كعرف وطقس واجب لكل زيجة تحت نفس الهاشتاج حنين حسام وفتاة التيك توك. طبعا مشاهدينا، تبحث الشرطة حاليا عن حنين حسام لتنفيذ الحكم بعد إخلاء سبيلها في يناير كانون الثاني بكفالة قدرها 5,000 جنيه، كان ذلك في السابق، وتغيبت عن جلسات المحاكمة التي نحن بصددها. ألقت الشرطة القبض على حنين الطالبة في كلية الآثار بجامعة القاهرة في أبريل نيسان العام الماضي بعد أن بثت مقطع فيديو طلبت من خلاله فتيات للعمل لديها بوكالة أسستها عبر تطبيق لايكي الهرم بشرط أن لا تقل أعمارهن عن 18 سنة وأن يصورن فيديوهات لأنفسهن بالبث الحي مقابل أموال. أما مودة الأدهم تبلغ من العمر 23 عاما، حكم عليها بالسجن 6 سنوات وغرامة 200,000 جنيه، ما يعادل 13,000 دولار. كان يتابعها أكثر من 3 ملايين شخص على تيك توك وأكثر من 1.5 مليون شخص على إنستغرام. تنشر فيديوهات رقص وأغاني، كانت تحلم بأن تصبح ممثلة تكسب أموالها من عروض الأزياء والحلي التي كانت تروج لها عبر حساباتها على مواقع التواصل. لكن مشاهدينا، وفقا للقانون المصري يحق لحنين إعادة إجراءات المحاكمة عن التهم مجددا في حال إلقاء القبض عليها أو تسليمها لنفسها. حسام شكري محامي مودة الأدهم يقول: لا نعقب على أحكام القضاء، ولكن سنتخذ الطريقة القانونية بالطعن على الحكم من خلال محكمة النقض. محاكمة مودة استندت إلى فيديوهين فقط، وستفصل محكمة النقض بين الدفاع والحكم. شكرا لمشاهدتك ترندنج. سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.